حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم الجميل والمتميز برنامج 7 على 7 الذي يأتيكم من الأحد للخميس، ونقول لكم بعد إجازة سعيدة بما أننا نحن وصلنا لنهاية الأسبوع. مشاهدينا معنا في هذه الحلقة المتميزة بنسلط الضوء اليوم على جائزة الشارقة للعمل التطوعي، وكذلك بنتكلم عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع البيوت المحمية لأصحاب الهمم، وما هي مهام كاتب العدل في القضايا القانونية. أكيد بنسلط الضوء عليها، وأكيد أخبارنا المنوعة مع زميلتنا ليالي، خلونا نمسي عليها. ليالي يسعد لي مساك. مساء النور والسرور لك زميلتي سهام ولكل المشاهدين الكرام، أصحبكم بهذه الجولة على أبرز محليات الدولة. تفضلي. شكرا لك. 20 ديسمبر كانون الأول 2018، مشاهدينا أينما كنتم أرحب بكم. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن مطار دبي الدولي استقبل المسافر رقم مليار، مؤكدا سموه بهذه المناسبة أن دبي صارت مطار العالم ووجهته وقلبه، متوجها سموه بالشكر لفريق مطار دبي الدولي. وقال سموه في تغريدة على تويتر: عندما تكون دبي مطارا لمليار إنسان نعرف أننا وصلنا إلى محطة جديدة وبدأنا رحلة مختلفة وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم، مليار إنسان كنا جزءا من قصتهم، نحن مطار العالم ووجهته وقلبه. شكرا للشيخ أحمد بن سعيد، فخرنا لا يعادله إلا تواضعنا أمام الإنجاز وإصرارنا على إكمال الرحلة كأفضل فريق في العالم يعمل على نقل البشر بسهولة عبر القارات والمحيطات لتحقيق أحلامهم وملاقاة أحبابهم واكتشاف جمال هذا الكوكب عبر قاراته ومحيطاته. طلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه على خطط عمل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، مشيدا سموه بجهود المؤسسة ودورها في استكشاف الصخور الصناعية، علاوة على مواكبة القوانين والتشريعات المنظمة للاستغلال التعديني. جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية سعادة المهندس محمد سيف الأفخم لمناسبة تمكن المؤسسة من تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس من خلال تشكيل شعار علمني زايد. وتسلم صاحب السمو حاكم الفجيرة حفظه الله من سعادة الأفخم دليل الاستثمار التعديني الأول الشامل لإمارة الفجيرة الذي يركز على أهم الثروات الطبيعية المتنوعة والاستثمار في قطاع الصخور الصناعية. ومن جهة أخرى استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة حفظه الله فريق محمية وادي الوريعة برئاسة مدير عام بلدية الفجيرة سعادة المهندس محمد سيف الأفخم لمناسبة فوز المحمية ضمن حملة أوائل الإمارات وتكريم الإنجازات التي يفخر بها زايد، حيث أكد سموه أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية التي تتمتع بها الفجيرة في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية. على صعيد آخر وعلى هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة الأليكس الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية في دورتها الثانية، تقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة رئيس مجمع اللغة العربية في الشارقة دكتورة أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وذلك في مقر المنظمة، حيث تبادل سمو الأحاديث الودية مع مديرة اليونسكو في المجالات العلمية والثقافية، واطلع سموه على أنشطة المنظمة التربوية. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد مارسي غراسمن القنصل العام لكندا في دبي التي قدمت للسلام على سموه لمناسبة تسلمها مهام عملها في الدولة، حيث رحب صاحب السمو بالقنصل متمنيا لها طيب الإقامة وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وتم خلال
اللقاء بحث العلاقات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين. في شق مغاير أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله نجحت في تعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا سموه إلى أن تحقيق جواز السفر الإماراتي للمرتبة الأولى عالميا يعكس جهود الوزارة وكوادرها المتميزة التي أضافت في عام زايد إنجازا وطنيا تاريخيا إلى سجل إنجازات الدولة. جاء ذلك في تصريح لسموه خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة وزير الخارجية والتعاون الدولي للتميز في دورتها الثالثة الذي أقيم في ديوان عام الوزارة في العاصمة أبوظبي. إلى موضوع مختلف، حيث وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ممثلة برئيس مجلس إدارتها سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مع الشركة العربية للتعدين ممثلة برئيس مجلس إدارتها سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي اتفاقية تنص على تأجير أرض في الإمارة لصالح الأخيرة بمساحة 40,000 متر مربع بهدف إقامة مصنع لإنتاج ألياف وقضمان البازلت بطاقة إنتاجية تصل إلى 5,000 طن سنويا. وبهذا الخصوص أشار الشحي إلى الدور المتميز الذي تطلع به الفجيرة للموارد الطبيعية في تطوير قطاع التعدين والصناعات ذات العلاقة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مبينا أن المشروع أو هذا المشروع هو الأوحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سوف يعمل على تشغيل حوالي 200 عامل محركا بذلك العجلة الاقتصادية في الإمارة. ومع هذا الخبر مشاهدينا أختم وإياكم هذه القراءة في الأخبار المنوعة. لقاؤنا يتجدد يوم الأحد المقبل بإذن الله تعالى، في أمان الله. شكرا ليالي على هذه الأخبار المنوعة. مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا. للحفاظ على الأرواح والتقليل من الخسائر والممتلكات خصوصا عند سقوط الأمطار بغزارة قد تؤدي إلى سيول وفيضانات يصعب التعامل معها إذا كنت لا تعرف عن الإنقاذ شيء، لذلك بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات سوف تقام دورة لإنقاذ من الفيضانات والسيول في إمارة العين. والحديث أكثر عن الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ حسين الحمادي قائد فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ. مرحبا بك أستاذ، نورت البرنامج. السلام عليكم. عليكم. الله يعطيك العافية. في البداية خلينا نتكلم عن دورة الإنقاذ من السيول والفيضانات. أي الله يجزيكم الخير، بتكون إن شاء الله الدورة مضغوطة لمدة يومين 21 و 22 الشهر هذا إن شاء الله. نعم. واستقام في وادي أدفنتشر في مدينة العين. نعم. أهمية هذه الدورة أستاذي. أهمية الدورة الله يسلمك، الدورة المهمة في هذه أن يعرف المتدرب على جميع المعدات المستخدمة في المياه السريعة. نعم. وأن كيف يعرف يتعامل مع السيول والفيضانات. أوكي. وأيضا المتدرب قاد يقدر على استخدام الحبال والأحد في المياه السريعة للإنقاذ. نعم. في السيول والفيضانات. نعم. نعم. إذا تكلمنا والقدرة على نعم بعد بضيف أيضا القدرة على السباحة واستخراج المصاب في المياه الجارفة بعدة طرق، لأن السباحة الله يسلمك في المياه الجارفة تختلف عن السباحة اللي هي في المياه الراكدة مثل السابح والبحر وكذا. هنا نعم خلينا نتكلم عن دور مركز الفجيرة للمغامرات. مركز الفجيرة للمغامرات هم بالنسبة لمركز الفجيرة للمغامرات هم الداعم الرسمي لهذه الدورة، وأيضا عندهم بعض الأشخاص مشاركين معنا في الدورة إن شاء الله، لأن في اتفاقية بين فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ. نعم. ومركز الفجيرة للمغامرات في عمل حملات توعوية للمجتمع عن طرق تفادي هذه المخاطر. نعم. 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 قبل قليل تحدثت أن هناك في فرق ما بين السباحة في المياه الراكدة ومياه السيول، كيف التعامل مع هذه الفيضانات والسيول؟ بنتكلم عنها أكثر. هي نعم الله يسلمك، الإنسان إذا ما تعلم على طرق الإنقاذ في السيول صعب أن يدخل هذا المياه. أكيد. لأن الوضع مختلف بشكل كامل. نعم. فنحن مهتمين لهذا بعقد هذه الدورات للجهات مثلا المعنية أو أي جهات مستفيدة، بالإضافة للمجتمع بشكل عام أساس. نعم. يعرف كيف يتعامل مع هذه السيول أو المياه السريعة. نعم. هي.
الأستاذ حسين الحمادي قائد فريق زايد التطوعي، شكرا على هذه لكم. بموضوع آخر، حيث يحتفل العالم الإسلامي أو احتفل العالم الإسلامي والعربي باللغة العربية، والتي أصبحت أو يقضى بإدخالها ضمن اللغات العالمية. مشاهدينا، نظمت جمعية حماية اللغة العربية في الإمارات بحضور معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد اللغة العربية ندوة ثقافية في دبي احتفالية باليوم العالمي للغة العربية. خلونا نتابع معكم هذا التقرير. الثامن عشر من ديسمبر يوم مشهود، هو يوم عالمي للغة العربية. ليست دولة الإمارات من يحتفي ويحتفل به فحسب، فالاحتفال ممتد في أصقاع الأرض جميعها. احتفال باريس احتفال مشهود بحضور صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حيث توزع جائزة الشارقة اليونسكو لجهود حماية اللغة العربية. وهنا الاحتفال الرئيسي في ندوة الثقافة والعلوم، احتفال تقيمه جمعية حماية اللغة العربية كدأبها في كل عام في تكريم الجهات والمؤسسات والأفراد والحسابات الاجتماعية الداعمة للغة العربية. في هذه السنة لدينا 10 جهات مكرمة التمسنا أن نكرمها دعما لجهود حماية اللغة العربية ولإعطاء اللغة العربية الاهتمام الذي تستحقه. بلا شك أن اللغة العربية قيمة كبيرة، والاحتفال بها يمثل اعتزاز ويمثل في الوقت ذاته مبادرة وبذل لجهود قد تأتي من هذا الاحتفال. دائما ننظر في جمعية حماية اللغة العربية إلى أن الاحتفال ليس مجرد نقطة انتهاء، وإنما هو نقطة انطلاقة لبدايات جميلة. على سبيل المثال، انطلاقتنا من خلال هذا الاحتفال باللغة العربية والشباب، حيث هو شعار الاحتفالية. هدفنا الرئيس في 2019 التركيز على دور الشباب في حماية اللغة العربية وفي تعزيز جهودها ونهوضها، مع ربط ذلك بالشعار الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد عام التسامح في 2019. فالهدف من ذلك هو أن ينفتح شبابنا على العالم ويكونون مسلحين بلغتهم، معتزين بها، قادرين على نشرها في أجواء من التساوم، محدون تعصب أو تحيز لأي لغة على لغة أخرى، فقط تبقى قضية الاعتزاز. ولذلك كان الاحتفال والاحتفال مهم. كما نعلم بأن العالم يحتفل بمناسبات متنوعة ومختلفة تسمى أيام عالمية، ونحن أيضا نحتفل هنا باللغة العربية من خلال تنظيم هذه الفعالية في ندوة الثقافة والعلوم، حيث أن جمعية حماية اللغة العربية دائما حريصة على الإبداع والابتكار في تنفيذ الفعاليات والبرامج الثقافية لحماية لغتنا الأم. واليوم سوف يكون هناك أيضا تكريم لعدة جهات، وأيضا عرض لمسرحية بعنوان أين اختفت الحروف. فكما تشاهد يعني حضور جميل، واحتفال إن شاء الله يكون رائع. ودائما نحتفل باللغة العربية لأن اليونسكو مهتم أيضا في الحفاظ على اللغات، ومن ضمنها اللغة العربية. هذه اللغة لغة القرآن، واللغة التي فيها كنوز وإثراء لمعارفنا وللعلوم أيضا. مشاهدينا، تقديم المساعدة ويد العون والجهد من أجل العمل هو تحقيق الخير في المجتمع، ظاهرة إيجابية ونشاطا إنسانيا مهما وسلوكا حضاري يعزز قيم التعاون بين أفراد المجتمع الواحد. ولتشجيع هذه الفئة تم إطلاق جائزة الشارقة للعمل التطوعي، حرصا على نشر وتوعية جميع أفراد المجتمع بمفهوم العمل التطوعي. والحديث أكثر عن الموضوع، خلونا نرحب معكم بالأستاذة فاطمة موسى البلوشي، مدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي. مرحبا بك أستاذة، ونورتي البرنامج. الله يسلمك أختي سهام، ومشكورين على استضافتكم اليوم لنا. الله يعطيك العافية، موضوع جميل بتناقشه اليوم بعد إن شاء الله، يمس جميع الفئات، نقول في الأفراد في المجتمع. نعم، بالأخص نحن في عام زايد، عام الخير قصدي. الحمد لله. خلينا نتكلم أستاذة في بداية عن جائزة الشارقة للتطوع، أو عن مفهوم جائزة الشارقة للتطوع. نعم، مثل ما تعرفين أن الجائزة بدت في سنة 2001. نعم. لليوم مستمرة، راح تكون ذكرى تأسيسها
17 في 1 يناير. نعم. بإذن الله. نعم. وهذه هي الجائزة تقدر جهود المتطوعين، وكذلك تسعى أنها هي تنشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. أكيد. سواء في إمارة الشارقة أو في دولة الإمارات. أكيد ما شاء الله دائما سباقين في هذه الجوائز اللي تقدمونها للمتطوعين. إذا تكلمنا عن أهمية هذه الجائزة للمتطوع. نعم، أهميتها تكمن أول شيء في تقدير جهودهم. نعم. فتلقين أنهم هم يتسابقون فإنهم يعني يتميزون في العمل التطوعي من خلال المسابقة أو الدورة السنوية للجائزة، وكذلك من خلال المعايير اللي تحكم أعمالهم هم يسترشدون فيها. صحيح. في عملهم التطوعي. نعم. وغير هذا الجائزة دائما تسعى أنها تقدم برامج تأهيلية وتوعوية لها المتطوعين، على أساس أنهم لما يقدمون أعمالهم التطوعية يقدمونها باحترافية. أكيد. وجودة عالية. أكيد. المعايير الموجودة في هذه الجائزة اللي على أساس يعني يكون يتعرف عليها المتطوع قبل ما يقدم عليها. نعم، المعايير مختلفة على حسب دور المتطوع في العمل التطوعي. نعم. فإذا كان صانع للفرص التطوعية فمعايير هي الجهات كيف. نعم. تبني مشاريعها التطوعية، كيف تستقبل المتطوعين، كيف تعلمهم على تنفيذ العمل التطوعي. ونحن وايد نركز في معاييرنا كذلك على الأخلاقيات. أكيد. مثلا لو جينا للمشاركين فيه ضوابط ومعايير معينة لما يروحون ينضمون لعمل تطوعي المفروض ينضمون لأعمال تطوعية مرخصة. نعم. وضمن جهات حكومية أو أهلية. أكيد. أستاذة فاطمة، إذا تكلمنا عن مفهوم ثقافة التطوع حاليا في مجتمع دولة الإمارات كيف ترينا؟ من فترة عملت الجائزة دراسة. نعم. في 2016 عملت دراسة. نعم. عن وعي الشباب أو ثقافتهم في العمل التطوعي، فلقينا أن معدل يعني أو نسبة ثقافتهم كانت بين جيد وجيد جدا. نعم. فالثقافة هي موجودة في الأساس، يعني موجودة في المدارس، حتى من خلال الأهالي يعلمونهم سواء كانت بأبسط الأمور اللي هي المسؤولية المجتمعية. صحيح. حب الوطن، هذه كلها تدخل في مفهوم التطوع يعني. نعم. ودور المدارس، إذا تكلم عن دور المدارس. دور المدارس هو الأساس، الطفل أو الطالب يقضي نص يومه تقريبا في المدرسة، حتى لما يرجع يتم يدرس من يعني يشغل وقته أغلبه في الدراسة. نعم. فدور المدارس اليوم بتلقين مبادرة فزعة موجودة. صحيح. أغلب البرامج اللي أغلب الدروس بتلقين فيها حس المسؤولية المجتمعية، الأعمال التطوعية. نعم. وغيرها، فدورها جدا جدا مهم. أكيد. يمكن هو الأساس يعني حتى قبل الوالدين وقبل المؤسسات الاجتماعية. نعم. وغيرها. تدعو التنافس أكثر ما بين الطلبة تشوفينهم، خاصة إذا كان الطالب لابس جاكيت فزعة أو غيره. صح. تحسين في تنافس يكون ما بين الطلبة. صحيح. والطالبات. وعلى فكرة شخصياتهم جدا قوية تتغير ومتزنة يعني. نعم. لما نقابلهم نشوف أن هذا المميزين عن غيرهم. سبحان الله. إذا تكلمنا عن رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال هذه الجائزة أو حرصة على هذه الجائزة. نعم، أساس الجائزة هو تقدير الجهود. نعم. لكن يعني ملاحظتنا الفترة اللي طافت سمو حاكم الشارقة كان تركيزه أكثر على أن نحن ننشر ثقافة الإيثار والعطاء. نعم. وحب الخير والعمل الصالح، وكان جدا مركز على الأطفال، عشان تي نحن خلال هاي السنة. نعم. أطلقنا مبادرة سميناها المتطوع الصغير. صحيح. المتطوع الصغير هي عدة برامج، مجلة خاصة بالأطفال مختصة بالعمل التطوعي، كراسة الأنشطة التطوعية. نعم. غير المطبوعات كذلك عندنا برنامج تأهيلي نقدمه في المدارس للأطفال على مراحلهم العمرية، كيف لما يدخلون أعمال تطوعية. صحيح. كيف يباشرون هالعمل بطريقة حرفية وطريقة احترافية. نعم. وجودة. وجميل أكثر شيء بعد أيام شهر رمضان المبارك سبحان الله نشوف زيادة المتطوعين والمتطوعات من جميع الفئات كبار. صحيح. وصغار، وبالأخص في التكافل الاجتماعي. نعم. وخدمة الدين كذلك. صحيح. اللي هي المساجد، تنظيف المساجد، تنظيم صلاة التراويح وغيرها. نعم. صحيح. توزيع الماء وغيرها. الله يعطيك ألف عافية. كلمة أخيرة من خلال برنامجنا تقدمينها للمشاهد. دولتنا دولة خير، فنحن المفروض كلنا نكون سفراء للخير وللتطوع، فهذه رسالة ممكن نحن كمواطنين بعد مقيمين على أرض الدولة
نمسك الراية ونمشي عليها يعني. نعم نعم. الأستاذة فاطمة موسى البلوشي مدير التنفيذي لجائزة الشارقة العمل التطوعي، شكرا على تواجدك اليوم معنا. تسلمين، ما قصرت، شكرا تلفزيون الفجيرة. حبيبتي على راسي، الله يحفظك يا رب. مشاهدينا، ومن عالم التطوع إلى عالم الماضي وريحة التراث ورائحة التراث الجميلة، فما زال الماضي موجود بيننا رغم التطور والازدهار، حيث تم إقامة مشروع بعنوان سور الإمارات العظيم داخل حرم جامعة عجمان. وهذا المشروع مشاهدينا يهدف إلى تعريف الأجيال بالماضي وكيف أصبح أصبحت الإمارات في وقتنا الحالي من إبداعات شباب المستقبل ومن أفكارهم تحت إشراف ذوي الخبرة والمعرفة. نتابع معا هذا التقرير. أتشرف اليوم بوجودي مع تلفزيون الفجيرة بلقاء أنا أشوفه فخر لي أن يكون متواجد في جامعة كلية عجمان، مدينة كلية عجمان، بحفل مشروع تخرج طلبتنا وأبنائنا اللي صراحة تجسدت في لوحة فنية رائعة جدا، وله سور الإمارات العظيم التي صراحة تصنفت بمشاريع وأفكار جدا ممتازة. لقاء مباشر مع أحد الطلبة بالفكرة وعرض، أنا فخورة جدا بهذا الحضور وهذه المشاركة. جدا مسرور بتواجدكم الكريم معنا في الظاهرة الإماراتية، هكذا عنوننا هذه الفعالية، ولكن أطلقنا ودشنا ضمن هذه الفعالية التي أطلقنا عليها كما قلت الظاهرة الإماراتية سور الإمارات العظيم. الحقيقة لما عم نتحدث عن سور الإمارات العظيم نحن نعبر عن أرقام وعمران، بمعنى أننا جسدنا تلك النهضة الإماراتية من خلال لوحة فنية ولكنها ذات محتوى علمي، بمعنى أننا أظهرنا كل من تلك الأيقونات العمرانية على مستوى الدولة ووضعنا بشكل لصيق لها الكثير من تلك المحتويات العلوية. على سبيل المثال عندما نتكلم عن الجامعات فنحن نضع هذا المحتوى العلمي على مجسم رمزي لجامعة، عندما نتكلم عن المساجد فنحن نضع على جامع الشيخ زايد وغير ذلك. إذن هو نتاج فني علمي، هو لوحة ترمز للظاهرة الإماراتية، النهضة الإماراتية، كيف حدثت وخلال فترة زمنية قياسية هذه القفزات. إذن هنا كنا نحن مع طلبتنا من أجل إيجاد هذه الرؤية التي تصنع مجد دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعاً سور الإمارات العظيم هو أقل ما نقدم لمسيرة العطاء للشيخ زايد رحمه الله، الذي هو أسس فكرة دولة الإمارات. وفكرة السور هنا بتتكلم على المعالم الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل مبنى بيروز إلى جانب مهم في أركان الدولة. فطبعاً إحنا بنتكلم على الجانب التقني هنا، إحنا استخدمنا أحدث التقنيات في الرسم والتعبير بشكل ملون أكثر، illustration، واستخدمنا برامج متطورة جداً سواء في التنفيذ أو في الرسم. وأكدنا هنا على البعد المجسم أو البعد الثالث عند رسم المباني عشان تدينا عمق في التصميم وتؤدي لبروز الفكرة. الرسالة طبعا عاوزين نقول أن دايما العطاء بيبرز من شخصية القائد رحمه الله الشيخ زايد، الذي أسس جميع أركان المحبة والتسامح والقوة أيضا في نفس الوقت والشموخ لدولة الإمارات. مشاهدينا، أصحاب الهمام جزءا من المجتمع، لذلك تسعى المؤسسات الحكومية إلى توفير كل سبل الراحة والرفاهية لهذه الفئة لمساعدتهم في الاندماج مع أقرانهم في المجتمع الواحد. والحديث أكثر عن الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ عبد الله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمام في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية. مرحبا أستاذ، نورت البرنامج. مرحبتين، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله، الله يعطيك العافيه. بدايه استاذ عبد الله، خلينا نتكلم عن مشروع البيوت المحميه لاصحاب الهمم. في البدايه اشكر برنامج 7 على 7، واجب علينا، وتلفزيونكم الموقر على اهتمامكم ومتابعتكم لقضايا مختلف القضايا وتسليطكم الضوء على اصحاب الهمم. في الحقيقه امس احتفينا مع مجموعه من اصحاب الهمم ومجموعة طيران الاتحاد، نعم، في تمكين أصحاب الهمم، في توظيف أصحاب الهمم بالمعطيات الموجودة والإمكانيات الموجودة عندهم. نعم. تعاقدنا مع طيران الاتحاد
في بناء بيوت محميه زراعيه، وهي جزء من استراتيجيه مؤسسه زايد نحو تمكين اصحاب الامن. هذه البيوت المحميه موجوده عندنا في ابو ظبي وفي العين. نعم. كان التركيز هذه المره على مدينه العين، وفتحنا 5 بيوت محميه. منتوجها الزراعي السنوي المتوقع والدخل السنوي من 100 الى 120 الف سنويا. نعم. هذه البيوت المحميه يشتغل فيها من 10 الى 8 اشخاص من اصحاب الهمم بمختلف المنتوجات الزراعيه. هذه هي المرحله الاولى من المشروع. نعم. المرحله الثانيه ان شاء الله بتبدا في بدايه السنه القادمه هي تغليف المنتجات هذه. نعم. راح تكون هناك مراكز التغليف المنتجات قبل بيعها للسوق ان شاء الله. وفي المرحله الثالثه ان شاء الله راح تكون ايضا هناك 5 بيوت محميه لزياده الانتاج. نعم. استاذ عبد الله، اذا تكلمنا عن اهميه المشاريع لفئه اصحاب الهمم. نحن عندنا اتفاقيه اولا مع مجموعه من الجهات لخدمه اصحاب الهمم. يعني نحن عندنا في بدايه مؤسسه زايد للرعايه الانسانيه وذوي الاحتياجات الخاصه، من التدخل المبكر، من الكشف، اول الكشف، حتى يعني من يولد المولود باعاقه، توصل لنا نحن رساله كمؤسسه ان هناك مولود من اصحاب الهمم تم اكتشاف اعاقته في المستشفى. يعني كقاعده بيانات عندكم تكون. نبدا فيها من قاعده بيانات من الولاده حتى. نعم. اليوم ندخل الاسره ونشارك الاسره همومها في التعامل. أكيد. مع هذه القضيه. اكيد. فمن البدايه الارشاد الاسري والاجتماعي والنفسي يستقطب هذه الاسره ويتعامل معها ويبين لها الاسره حتى ما يقع في التحديات اللي يقعوا فيه الاشخاص اللي قبله. صحيح. الله يعطيك العافيه. بعدها عندنا التقييم الشامل، يقيم الحاله ويبدا من التدخل المبكر، برامج الرعايه والاهتمام والرعايه الصحيه في التدخل المبكر الى 5 سنوات. من بعد ال5 سنوات اذا ما قدرنا ندمج هذا الطفل في المدارس نبدا عندنا ادخاله في مراكز الرعايه والتاهيل. نعم. خلينا نسلط الضوء طيب على صقل مهارات تطوير ابداعات اصحاب الهمم، كيف يعني تقومون بصقل هذه المهارات تطويرها؟ عندنا ورش رعايه، ورش تاهيليه. نعم. في مؤسسه زايد. نعم. للاشخاص من عمر ال 15 وما فوق. نعم. من 15 ل 18 نوجههم الى بعض المهن الحرفيه، عندنا النجاره، الفداته، الميكانيكا. عندنا اليوم ورش الخياطه اللي ماسكين مشروع ضخم. صحيح. بانتاج حقيبه او عدد 10,000 حقيبه الى 20,000 حقيبه لكل المشاركين في الاولمبياد الخاصه اللي راح يقام في الالعاب العالميه في ابو ظبي في 2019. فالتدريب يكون خلال هذه المرحله العمريه، بعدها يكون فيز 2 ان نشوف الاشخاص هذول وين ممكن يتوظفون. جميل. يبدا معاهم برنامج رعايه، نحن نشرف على العمل في الفنادق. عندنا مثلا. نعم. روتانا، مجموعه روتانا وظفت مجموعه في نحن نشرف عليهم، هم يشوفون يختارون الاشخاص المناسبين اللي يكملون معاهم. نعم. عندنا ايضا مجموعه الفهيم، المرصد وظفنا عدد 6 طلبه، والشهر الحالي هذا بدايه شهر ديسمبر تم توقيع عقود عمل لست اشخاص برواتب ومكافآت وامتيازات، والحمد لله هذا البرنامج لقى صدى كبير وواسع، ان اليوم نعطي الفرصه. أكيد. انه يمارس المهاره والمهنه اللي تعلمها عندنا في سوق العمل. نعم. اذا قدر وعرفنا ان هناك قابليه للعمل هم يبدون يوقعون معاهم التوقع، اذا كان هناك تحديات نبدا نعطي تدريب. نعم. لجهه العمل ندرب الولد على انه يتمرن اكثر وياخذ فرصته اكثر في مكان ثاني. نعم. استاذ عبد الله، جميع الفئات تهتمون فيها ام هناك فئات معينه؟ لا، نحن الاعاقات الحسيه يبدون معنا في التدخل البكر. نعم. لكن دائما ما ندمجهم في المدارس. نعم. اهتمامنا فيهم في التوظيف، في الرعايه، في الاهتمام، نغطي جميع الاعاقات. عندنا نحن في دليل تصنيف الاعاقه 13 اعاقه مصنفه. نعم. على حسب الاماره. نعم. نشرف على كل الاعاقات، نتعامل مع كل الاعاقات. عندنا مطبعه للمكفوفين تطبع بلغه برايل. نعم. عندنا تعاون مع جمعيات الصم والجمعيات ذات النفع العام اللي تشرف على الاعاقات هذه. عندنا الحمد لله من الداون سندروم، عندنا انديه رياضيه، عندنا خدمات مختلفه موجوده في مؤسسه زايد. نعم. الله يعطيكم العافيه. استاذ عبد الله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع اصحاب الهمم في مؤسسه زايد العليا للرعايه الانسانيه، شكرا على هذه المداخله الجميله. العفو، شكرا لكم. الله يسلمك. الله يعطيك العافيه. مشاهدينا اكيد مكملين معكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا.
مشاهدين، التسامح صفة نبيلة موجودة في الإنسان إذ زرعت فيه وكبرت معه وأصبحت من الخصال الحميدة التي حث عليه الإسلام، حيث أقيمت اليوم محاضرة بعنوان زايد زعيم التسامح، والتي كانت من صفات المغفور له بإذن الله تعالى الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. والحديث أكثر عن الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة دكتورة عائشة بالخير، مستشار بحوث في وزارة شؤون الرئاسة أبو ظبي. مرحبا بك دكتورة ونورتي البرنامج. الله ينور أيامكم إن شاء الله ويطول والديكم. حبيبتي الله يعطيك العافية. بداية دكتورة خلينا نتكلم عن محاضرة زايد زعيم التسامح. نعم الشيخ زايد الله يطول، نحن نقول الله يطول عمره عشان ما نحس أنه فارقنا. أكيد. الله يطيب ترى. طبعا ترى كلنا وأسس دولة مبنية على التسامح والمودة والرحمة وخلق نعم وصنع الإنسان والمكان في نفس الوقت. أكيد. فاليوم محاضرتنا كانت بس لتسليط الضوء على جانب بسيط من المنظومة المتكاملة اللي أسسها ألباني المؤسس الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله. اللهم آمين. طبعا نعم فالحمد لله الشيخ زايد كان سابق لوقته وأمانه وسابق حتى للوقت اللي نحن نعيشه الحين. صحيح. يعني مفهوم السعادة كان واحد من أهم الأشياء اللي اشتغل عليها الشيخ زايد، أسعد الناس وعلى حساب نفسي مرات. أكيد. حثنا على الطاقة الإيجابية، هاي كلها مفاهيم جديدة اليوم يتكلمون عنها. صحيح. الناس ولكنها هي موجودة سابقة لوقتها عشان الشيخ زايد فكر فيها الله يغفر له ويرحمه. الله يرحمه. وبالنسبة للتسامح الشيخ زايد كان يعني فكرة احتواء الآخر. الشخص لما يجي غريب ما كان يحس إلا أنه بين أهله وبين ناسه. صحيح. ما في لا فرق ولا تمييز، فكانت يعني كل شيء طالت يد الشيخ زايد كان فيها خير. نعم. فأكثر من 200 جنسية تعيش في دولة الإمارات، ما حد يحس أنه يعني مش أنه غريب، بالعكس يبون يربون عيالهم وأجيال متعاقبة في دولة الإمارات وهم جزء من ذاكرة الوطن وجزء من المنظومة الكاملة هاي الإيجابية اللي سواها الشيخ زايد. فمسألة أن الشيخ زايد زعيم حكيم. نعم. عاش بإنسانية وآدمية رسخها فينا، والحمد لله نحن نقدر نحتوي الآخرين، هاي مسؤولية كبيرة كمان يعني. الحمد لله قادتنا مكملين المسيرة. نعم نعم أبشري أنهم اندويهت الحمد لله. القيادة الرشيدة من عقب الشيخ زايد ما حسستنا بأي. صحيح. فرق عشان هو كان نقلة ولا نحسبها أنها نقلة كذلك، ولكنها فيها انسجام الحمد لله. وفيها سلاسة بحيث أن الأبناء الحمد لله الخلف كان لخير سلف. خير سلف. نعم دكتورة عائشة، إذا تكلمنا عن مخرجات هذه المحاضرة خلينا نتكلم عنها. والله مخرجات المحاضرة نحن يعني حتى على مستوى شخصي هو نشر ثقافة السلام. صحيح. يعني نحن نحتاج أن نوسع دائرة معرفة الناس عن الوالد المؤسس، عن مواقفه المختلفة، فلسفته. صحيح. وحكمته واستخدام العقل والتحليل في حل مشاكل العالم. صحيح. اليوم أصبحنا نحن الجواز رقم واحد، وهذا طبعا حط الإمارات عاصمة للعالم. نحن اليوم سفراء في بلادنا قبل ما نطلع منها. صحيح. نمثلها داخل مسؤولية، وكلنا طبعا قدوتنا قيادتنا الرشيدة والأشياء اللي أسسها الشيخ زايد. نحن نتمنى أن بس نكون دائما عند حسن الظن. نعم. كلمة أخيرة دكتورة. والله كلمة أخيرة أن نتمسك بهذا الوطن ولا نسوي إلا اللي جدير به. يعني لازم أن الإنسان يكون عنده إضافة. المدرسة اللي بناها الشيخ زايد فيها الأخلاق الحميدة اللي هي عماد التسامح والإخاء والإيمان ومكارم الأخلاق. نعم. الشيخ زايد كان يعني مدرسة فلسفية سابقة لزماننا. نحن لازم نحافظ على هذا ونعلم العالم عنه. يعني لو نشوف الفيديو اللي الحين منتشر عن الشيخ زايد مع الشعراوي. متولي. نعم مع متولي الشعراوي الله يرحمهم. نعم. فيقول ان لك حق علينا انت حقنا نحن نزورك. صحيح. وواجبنا انت ما فينا نحن. صحيح. اللي نوصل. صح. هاي اشياء دروس يعني في كل هاي الثقافه لازم نحن نحافظ. أكيد. على مدرسه الشيخ زايد ان شاء الله. ان شاء الله. ونقول اهلا بعام التسامح ان شاء الله. دكتوره عائشه بالخير، مستشار بحوث في وزاره شؤون الرئاسه بابو ظبي، شكرا على هذه المداخله الجميله. شكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق والسداد ان شاء الله. اجمعين يا رب.
الله يخلي والدك. الله يحفظك يا رب. وشاهدين بطولات عديدة ينظمها الدفاع المدني لتنمية قدرات ومواهب الأفراد، حيث اختتمت بطولة القائد العام لتحدي رجال الأطفاء في حديقة العلم في إمارة عجمان بمشاركة أكثر من 100 أطفاء على مستوى الإمارات، مستوى إمارات الدولة، وفازت إدارة الدفاع المدني أبوظبي بالمركز الأول. نتابع معا هذا التقرير. بناء على توجيهات سيدي سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرصا من سموه الحقيقة على الجاهزية وبناء يعني الروح التنافسية وبناء فرق العمل في قيادة مثل قيادة القيادة العامة للدفاع المدني. هذه المبادئ يعني ضرورية جدا. الأبطال اللي احنا شفناهم اليوم في المنافسة طبعا هم عندهم هدف دائما أسمى في حماية الأرواح والممتلكات. مهمتهم طبعا مهمتهم الشاقة، هذه المهمة البطولية هذه كانت الحقيقة اليوم البطولة مميزة جدا، والتنافس كان يعني خلينا نقول يعني على أعلى مستوى من التنافس. يمكن شفنا الفرق كان لا يذكر الحقيقة بين الأول والثاني، وهذا الحقيقة يعني يضيف إلى البطولة قوة، بأن يعني قيادات الدفاع المدني أو إدارات الدفاع المدني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة كلهم بنفس الجاهزية وبنفس القوة، لأنهم يتدربون في مكان واحد، ولأن قيادتهم قيادة واحدة، ولأن المعايير والممكنات سواء كانت الممكنات من ناحية يعني التدريب، من ناحية التجهيز، من ناحية الآليات، من ناحية الروح، كلها طبعا في مستوى واحد. عشان كذا هذا يعني الكلام هذا تجسد اليوم. تجمعت كل إدارات الدولة في هذا الحدث الكبير، أكثر من 100 رجل إطفاء تجمعوا في هذه الساحة الغالية على قلوبنا، ساحة الشهداء في حديقة العلم. كانت بطولة مجتمعية غاية في الروعة. أيضا تشاركوا 8 فرق مثلوا فيها نظام الفردي ونظام المجموعات. كان في أول وثاني وثالث، الذهبية والفضية والبرونزية أيضا حصل عليها إدارة رأس الخيمة على المركز الأول. أيضا هناك إدارة أبو ظبي حصلوا على المركز الأول في الفرق، وأيضا في إدارة الطواري والسلامة. الجهد الكبير اللي قدمه رجل الأطفاء نقلناه بطريقة جميلة جدا. كانت في مضمار السباق كان في صعود سلم، كان في نفق، دخول نفق، كان في بوابة، أيضا في قاذف، في تصويب على الهدف. أيضا في نهاية المطاف هناك أيضا الدمية، وهي الدمية 80 كيلو. بعد كل هذا العناء وكل هذا الجهد يقوم بحملها رجل الإطفاء إلى مسافة 30 متر، والحمد لله اليوم شاركوا 100 رجل إطفاء وكانوا فعلا متميزين من جميع إدارات الدولة. حياكم الله مشاهدينا. عادة ما يقتضي من الشخص الراغب في ممارسة المهن القانونية الحصول على شهادة في القانون أو أي شهادة قانونية معادلة مثل المحامين والقضاء وكاتب العدل، وخصوصا هذا الأخير الذي يجهل الكثير من مهامه واختصاصاته. بنتطرق اليوم إلى تفاصيل أكثر مع ضيفنا الأستاذ محمد عبيد كرمستجي، رئيس قسم شؤون الكاتب بالعدل الخاص بمحاكم دبي. مرحبا بك، نورت البرنامج أستاذ. حياك الله. الله يعطيك العافية. في البداية خلنا نتكلم عن مفهوم كاتب العدل. نعم تفضل. جزاكم الله خير على هالاستضافة الطيبة. ناس كثيرين ما يعرفون شو هو الكاتب العدل. نعم. هي الله يسلم في بداية التسمية، هي بدايتها من آية المداينة في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. صحيح. هي الكاتب بالعدل وردت في هذه الآية. نعم. ف
فهي سبحان الله وجد الكاتب العدل لإثبات المديونية، فإذا تداينوا الناس ساروا عند الكاتب العدل وثقوا العقد، وهي كانت بداية الكاتب العدل. لكن الدنيا تطورت واستوت الدول، فأوجدوا الدول أوجدت دائرة تسمى دائرة الكاتب العدل، والغالب أن دائرة الكاتب العدل هاي تتبع المحاكم في غالب الدول، لكن صحيح. في دول أخرى لا، الكاتب العدل دائرة مستقلة، مواضيع أخرى. نعم. طيب خلينا نتكلم عن تخصصات أو اختصاص كاتب العدل. نعم، هو الله يسلمك مثل ما قلت لك أن الأصل كان الكاتب العدل لإقرار المديونية. نعم. لكن تطورت الدنيا، في دولة الإمارات العربية المتحدة نظم قانون الكاتب العدل مهام الكاتب العدل. فعندنا قانون في إمارة دبي، القانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل. نعم. وفي قانون آخر بعد على المستوى الاتحادي اللي هو قانون رقم 4 لسنة 2013 للكاتب العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. أغلبهم يتكلمون عن نفس الاختصاصات، عن نفس الموضوع. بالنسبة عندنا في دبي اختصاص الكاتب العدل أهم اختصاص عنده توثيق العقود والسندات اللي طلب القانون توثيقها. نعم. أو اللي يطلبون هذا الشأن، يعني تعرفين بعض الناس يحتاجون للوكالات، صحيح، فيون للكاتب العدل أن يوثق لهم هالنوع من العقود. نعم. وتعارف الناس أن الوكالة تكون موثقة أمام الكاتب العدل. نعم. من المهام الأخرى توثيق توقيعات ذوي الأطراف على المعاملات. أحيانا تروحين البنك يقول لك أنا أحتاج منك اعتماد توقيع، صحيح، فالجهة الرسمية اللي تعتمد التوقيع الكاتب العدل. نعم. بالمحاكم ناس كثيرين كانوا يونا يظنون أن الكاتب العدل هو كاتب جلسة أو أمين السلطة. هذا المعروف يعني. نعم. لا، الكاتب العدل ليس كذلك. نعم. الكاتب العدل هو موظف مختص لدى المحاكم أو لدى وزارة العدل، المختص ببعض المهام. نعم. اللي تكلم فيها القانون قال اختصاصات الكاتب العدل وقال محظورات الكاتب العدل. نعم. فقلنا من الاختصاصات أن توثيق العقود والسندات بكافة أنواعها التي يجبها القانون أو يحتاجونها الناس، والتصديق على توقيعات ذوي الشأن، التصديق على القرارات المطلوبة. ساعات الله يسلمك تروحين دائرة معينة تطلب منك إقرار توكيل مثلا، بعد الوكالة هي من أعمال الكاتب العدل متطرقنا لها. نعم. لكن الإقرارات، إقرار سكن، إقرار بعدم العمل، هو هذا من شأن الكاتب العدل. نعم. في الإقرار المشفوع باليمين، ساعات بعض الناس يقول لك أنا بأقر، أنا أحلف بالله العظيم أن هذا المحرر صحيح أو طالع مني، الجهة اللي تقوم بتصديقها الكاتب العدل. نعم. والقانون رقم 3 لسنة 2014 اللي قلت لك عليه، قانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل، أوجد شيء جديد اسمه وضع الصيغة التنفيذية على المحررات. نعم. وها عمل جيد للكاتب العدل، يمكن ناس كثيرين بعد ما يعرفونه. هي الله يسلمك المحررات العادة تكون يا عرفية يا رسمية. العقد العرفي أن نحن طرفين، أنت تقولي لي مثلا يا محمد أنا أبغي أدايم منك مبلغ مثلا 100,000. نعم. فأقول أبغى أكتب بيني وبينك صك. صح. عشان الحياة والممات. صحيح. وحقوق الناس. أكيد. فهذا الصك يسمى عقد عرفي. عرفي هذا بيني وبينك مش نعم. موثق. نعم، عرفي أنا مش موثق. نعم. لكن إذا ختم عليه بختم الجهة الرسمية أصبح عقدا رسميا أو محررا رسميا. فالقانون الله يسلمك أوجد شيء اسمه وضع الصيغة التنفيذية على المحرر، إذا كان معين المقدار حال الأداء محقق الوجود. إذا سويتي هالإقرار المديونية للكاتب العدل وطلبت من كاتب عدل أن يوثقه ويحط عليه الصيغة التنفيذية هاي. نعم. أنت توفرين مراحل من القضاء. لا قدر الله إذا مثلا أنت طلبتي مني دين وعطيت الدين ووثقنا العقد هذا بيننا وبين بعض. نعم. واتفقنا أن 1/1/2019 تسلميني المبلغ هذا. جيتي 1/1/2019 ما أعطيتيني المبلغ. فالعادة الناس شو يسوون؟ يصيرون المحاكم يرفعون دعوة. نعم. لا، هذا العمل اختصر الإجراء.
ووضع الصيغة التنفيذية ندخل مباشرة في مرحلة التنفيذ، ما يحتاج نرفع دعوة ولا نجيب محامين ولا ندخل أمام ال. والله ذكرتنا شتنا مثل البنك يوم يتأي شو اسمه يبى منك خصم المديونية على طول موعد تفاهم. هذا الله يعطيك العافية. من المحظورات الله يسلمك الكاتب العدل. نعم. الخوض في معاملات الأحوال الشخصية. فإذا فلان يبغى يتزوج أو يبغى يطلق أو مثلا يبغى يتنازل عن حضانة، هذا من شأن محكمة الأحوال الشخصية، ما يخص الكاتب، ليس من شأن الكاتب العدل. مثل ما يعني يقول كاتب العدل تسوية منازعات و... لا، هو الكاتب العدل توثيق العقود فقط، هو عنده توثيق العقود لكن مش, مش, مش أي عقود. بعد القانون مثل ما قلت لك حطالنا محظورات للكاتب العدل. نعم. منها توثيق عقود العقارات. نعم. أي عقد يرتب بيع عقار أو تنازل عقار، هذا نعم. ليس من عمل الكاتب عدل. نعم. هاي من أعمال الدوائر المختصة، سواء كانت البلدية في بعض الإمارات. نعم. أو دائرة الأراضي والأملاك مثلا عندنا في دبي. نعم. الله يعطيكم العافية. تقريبا هاي المحظورات مخالفة النظام العام. في ناس يجونا مثلا يقولون نبغى نوثق مثلا عقد دين ربوي. نعم. أنا فلان بن فلان أقر أن المدين بمبلغ 100,000 درهم. نعم. وأتعهد بسداده بتاريخ كذا مع الفائدة القانونية أو مثلا مع 5,000 زيادة، هذا عقد ربوي. نعم. لا يجوز أن يوثق مخالف النظام العام، فهذا لا نقوم ب يعني بتوثيق. في عقود معينة اللي وضحتها قبل قليل هذه بس أنت اللي هي من مهامكم. صحيح صحيح. نعم. أو المعاملات اللي تكون من شأن دوائر أخرى، يعني منها ناس كثيرين على سبيل المثال يعني. يقول مثلا صدق لي على صورة الجواز. نعم. أقول لها أنا لست من صاحب الاختصاص في هذا الموضوع، الشهادات وغيرها. والشهادات هاي مثلا شهادات مثلا وزارة التعليم العالي. نعم. هذه صور الجوازات مثلا وزارة الداخلية أو الهجرة والجوازات. نعم. هم المعنيين بذلك. نعم. الله يعطيك العافية. الله كلمة أخيرة تقدمها من خلال برنامجنا. أقول حق الناس إذا تداينتوا بينكم بين بعض لازم توثقون عقودكم، والكاتب العدل فاتح يديه في أي وقت. الله يعطيك العافية الأستاذ محمد عبيد كرمستجي رئيس قسم شؤون كاتب العدل الخاص في محاكم دبي، شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج سبعة. حياكم الله يا مرحبتين. الله يعطيك العافية. مشاهدينا وصلنا إلى الختام، ونقول لكم إجازة سعيدة في نهاية أسبوع جميل إن شاء الله. مع السلامة.